الخبر ما عرفت مغيرة سبحان فالهبوا بحال الحيوان عصار. الله أكبر. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي احكي لنا على الوضع هون بالمعركة. الوضع جيد جدا. قام الجيش الحر باقتحام ضاحية الراشدين التي كانت يتمركز فيها قوات الجيش الأسد الكافر، والحمد لله أرديناهم بين قتيل وجريح، وفر بعضهم إلى المدينة، إلى مدينة حلب. وبعد ذلك قمنا باقتحام حاجز العود المشهور بحاجز العود على طريق الشام حلب، والآن نقوم باقتحام خال العسل، وقمنا بتفجير 3 دبابات على طريق الشام عند تقاطع جسر طريق باب الهوى والشام. ولله الحمد الوضع ممتاز والسيطرة تحت أيدي الجيش الحر. الله يعطيكم العافية والله ينصركم. الله يحميكم.